عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير. وانتم كتشاهدوا الفيديو اليوم غادي نقدم لكم واحد الاكله مغربيه اللي هي عريقه ومن ثقافتنا المغربيه اللي كلكم كتعرفوها، هي الطاجين اللحم بالبرقوق. تابعوني الى اخر الفيديو وندوزوا للمكونات. عندنا هنايا كيلو ديال اللحم ديال البقري، أربعة الحبات ديال البصل متوسطة، عندنا زيت الزيتون، سمن بلدي، ثومة، قزبر معدنوس، القرفة عواد، البزار، الملحة، خرقوم وسكينجبير. نمروا لطريقة التحضير. نحط البصلة فوق اللحم، ونديرو قياس جوج معالق كبار ديال الزيت. تقدروا ديرو هنايا، انا درت زيت الزيتون، تقدروا تخلطوه مع زيت الرومي. انا عندي معلقه ديال السمن، عندي هنا الثومه وقزبر ومعدنوس، غادي ناخذ البزار نص معلقه. هو عندنا الطاجين الحلو تيبغي شويه الحراره، معلقه تاع الملحه، وانتما الملحه ديروا حسب الذوق ديالكم، دير معلقه ونص خرقوم البلدي، ندير بالزيت غندير جوج معالق، سكينجبير عندنا معلقة عامرة،
غادي نديرو على نار مهيله نخليه يطيب، و غادي يدير لنا المده الطياب من 2 سوايع حتى ل 3 سوايع. الا ما بغيتوش ترويو مزيان، الا خصو يتحرق لكم ديروا نص كاس تاع الماء. نتلاقاو من بعد ما يطيب لينا. عندي هنا في هذه الكاسرونه خديت 250 غرام ديال البرقوق ودرتها في هذه الكاسرونه، ودرت ليها نص زلافه ديال الروا ديالنا، خديته من الدغميره ديال اللحم اللي نصبنا، وزدت عليه شويه الماء نص كاس تقريبا ديال العنبه، وغنديرو يطيب كاكشي 10 دقائق او ربع ساعه ونطفي عليه. هكا كيجي الطاجين بعد ما كيطيب. سمحوا لي نسيت قبيله ما قلت لكم على البرقوق، كنديروا فيه القرفه والسكر، قرفه عواد والسكر، يطيب وكنقدموه بهذه الطريقه هذه وبالصحه والراحه.